حديث سبت اليوم هو آخر حديث غادي نتلاقيو فيه في هاد السنة ديال 2019، وسنعود في سنة 2020 إن شاء الله بحديث الخميس. طبعا هناك واحد الالتزامات على المستوى الأكاديمي والجامعي بجامعة محمد الخامس، غادي نشتغل فيه هاد الشهرين هذا، وهذا غادي يكون يعني محطة أخرى اللي غادي ندخلوا بها الحديث الخميس إن شاء الله. لكن حديث السبت بغيت نهضر على مجموعة الجامعات مشرع بالقصيري، وأهنئ المناضل الكبير الأخ دريس المنور على التزكية دياله لرئاسة مجموعة الجامعات، وهذا شرف ما بعده شرف لجماعة الحوافات أنها ترأس هذه المجموعة ديال الجامعات الثمانية، بدار قداري، رميلة، دار العسلوجي، سيد الكامل، الصفصاف، بالقصيري، النويرات والحوافات. كل ما عرفت الحوافات من إصلاح جدري للبنية التحتية ديالها، الماء، الكهرباء، التطهير السائل، الواد الحار، الطرق، القناطير، الآن تتوج الجماعة إن شاء الله يوم 5 في هذا الشهر برئاسة وتحظى بشرف رئاسة مجموعة الجماعات، اللي غادي نكونوا لها أيضا يعني كل الدعم وكل المساعدة لكي تكون جماعة قادرة على تلبية الحاجيات ديال الساكنة وفق الأهداف التي وضعت لأجلها، ولا نفرق بين في ذلك بين كبير ولا صغير، وما نعري وحمد ما نغطي محمد، ولا نسب ولا نشتم، ولكن نقول بأن الحوافات أحق بالرئاسة هذه الولاية لمجموعة الجماعات. وشكرا، إلى لقائنا إن شاء الله في 2020 مع حديث يوم الخميس الذي سنخصصه للبنية التحتية وللمشروع التنموي الناجح الذي عرفته جماعة الحوافات بشهادة العادي والبادي والقريب والبعيد وأغلبية ومعارضة، وبشهادة كل من له دراية بتدبير الشأن العام والشأن المحلي. وإلى حديث الخميس في سنة 2020 إن شاء الله، وإن كان العمر لنا وإن كان الغد لنا. وتحية نضالية إلى كل الشرفاء الأحرار داخل المنطقة، والخزي والعار إلى كل من ارتد وخان مصالح المواطنين، وتحية إلى رجال السلطة وإلى رجال القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، وكل رجال أعوان السلطة على سهرهم على حماية هذا الوطن وأمنه واستقراره وخدمة الوطن والمواطنين فيه. الله الوطن الملك.